مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في كل مكان مع برنامجكم حقق حلمك صح. في البدايه ارحب بزميلي الاستاذ خلف. اهلا بحضرتك يا استاذ خلف. اهلا بيك يا سماح، واهلا بكل مشاهدينا في كل مكان. النهارده هنتكلم عن الطب البديل او ما يعرف بالعلاج بالاعشاب. بالاضافه طبعا هنتعرف على انواع كثيره من الاعشاب الطبيعيه الموجوده اللي بتعالج الكثير من الامراض، واحنا عارفين ان الاعشاب هي احد انواع الطب البديل. العلاج بالاعشاب هنستضيف النهارده الدكتور يوسف سعيد، هيكلمنا عن كتير من الامراض وازاي نعالجها بالاعشاب. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بيك يا دكتور. دكتور يوسف سعيد استشاري وخبير طب الاعشاب، اهلا بيك. اهلا وسهلا ومرحبا. في البدايه دكتور حابين نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا. يوسف سعيد استشاري وخبير اعشاب ومحضر دكتوراه عن قريب ان شاء الله. بالتوفيق يا دكتور. طيب يا دكتور، بصفه حضرتك خبير واستشاري اعشاب، عايزين نعرف ايه هي الاعشاب الطبيعيه اللي تنصح بها الناس لمعالجه بعض الامراض؟ والله الاعشاب الطبيعيه كتير جدا. في حاجات شائعه منها وفي حاجات مجهوله ما حدش واخد باله منها، وفي حاجات مفيده جدا منها. مثال عشبه جميله جدا اسمها عشبه القديسين. العشبة دي بتعالج الاكتئاب، بتعالج الأرق، بتعالج القلق، بتعالج الشريان التاجي. العشبة دي متوفرة وموجودة متوفرة هنا في مصر موجود ولا؟ متوفرة وموجودة في كل محلات العطارة، وهي عشبة استخدامها قديم جدا، مصدرها من أوروبا، يعني منبع الزراعة بتاعتها أوروبا. ولكن موجودة في كل الأماكن. العشبة دي لها فعالية قوية جدا على علاج الأرق وقلة الدوم، وبتعالي برضو بتنظم الغدة الدرقية، بتعمل على تثبيط الغدة الدرقية. تمام. دي واحدة. هي بتتغلي ولا يعني طريقة الاستخدام مثلا؟ العشبة دي بتتخذ ممكن تتغلي كأي عشب، مثل اليانسون، الحلبة، زي أي عشب. ممكن تتخذ زيت. جميل فيها ان هي بقى لو اتخذت عشب او الزيت بيدي نفس الفعاليه. من الجميل في العشبه دي ان هي الخلاصه بتاعتها بتفرز الخلاصه بتاعتها في اماكن اللي هي بيصاب بالبصور او النصور، فبتفرز ماده دهنيه، فصاحب العشبه دي يعني اللي بيشرب العشبه دي استحاله يجيله بصور او نصور، فهي بتعمل له تحفيز من مرض البصور او النصور. تمام. العشبه دي متوفره. طب هل هي مثلا موسميه، ليها مثلا موسم معين تزرع فيه ولا ليس ذلك؟ هي موجوده طول الوقت زي اليانسون والحلبة موجوده على طول. هي متوفره في كل المواسم. هي اصلا زراعه شتويه، زراعه تزرع في فصل الشتاء. لكن هي موجوده متوفره عند كل الناس. هي عباره عن زهره لونها اصفر. جميل، طعمها جميل. اسمها الاصلي وسام العرب، او اسمها بيسموها برضو في بعض الاماكن بيسموها نصور العرب. لكن هي اصلا في اوروبا سموها عشبه القديسين، لان العشبه دي بتتفتح ازهارها في وقت عيد ميلاد القديس سان جون ده في اوروبا، عشان كده سموها بنفس الاسم، عشبه القديسين. لكن هي مشهوره باسم عشبه القديسين خصوصا في مصر هنا. جميل. يعني في اي مكان متوفره. تمام. طيب دلوقتي لو حد فينا شعر بمرض ما، فراح لحد شخصه غلط او هو تشخص غلط، فخد عشب مش بيعالج المرض اللي هو عنده ده، فممكن حضرتك تقول لنا الاستخدام الصحيح للاعشاب عشان ما نستخدمهاش بطريقه خاطئه؟ والله كل عشب ليه استخدام. في اعشاب، هو اغلب الاعشاب ليست بضاره، يعني هي مش ضاره، بس برضه ما يمنعش ان في اعشاب ضاره. تمام. في ناس كتير بتشهل موضوع اللي هو ان العشب لو ما نفعش ما بيضرش. بس هو المقوله دي صحيحه، بس برضه في اعشاب بتضر. تمام. مثال عشب اسمه المرمريه. العشب ده جميل جدا، فايدته حلوه خالص بالنسبه ان هو
بيعمل احتباس للبول، لان هي الناس اللي هي يعني في الشتاء دلوقتي بتروح حمام كتير وكده، فبيعمل العشب ده جميل، ولكن استخدامه مرتين في اليوم لو اتاخد 3 مرات او زودت الجرعه منه فبيعمل بقى احتباس للبول خالص، يعني فبيعمل بقى بيبقى مضر في الحاله دي. مضر في الحاله دي، عشان استخدمناه اكتر من مره او فبنضطر ناخد بقى ايه لازكس او اي حاجه ثانيه علشان نعالج المشكله بتاعته. طيب معانا اتصال تليفوني، نستاذنكم نكمل بعد كده الكلام عن عشبه المرانين. الو، معانا الاستاذه هناء من القاهره. قطع الخط. طيب عاود الاتصال بينا يا استاذه هناء، نكمل بقى. كلمنا عن عشبه المرمرية دي عشبه جميله من ضمن الاعشاب، جميله مفيده للاطفال، اللي هو بتعمل بتشيل المغص والامساك عند الاطفال، لكن استخدامها بزياده يعني دي اخرها ان انت تستخدمها 10 ايام بس، اللي هو بيستخدمها على طول دي بقى بتعود عليه بعائد يعني سلبي. يعني كده معناته كثره الاستخدام لهذا العشب يسبب بعض السلبيات او بعض من ضمن السلبيات ان هي بتعمل للاطفال اسهال، لو اكثر من 10 ايام بتعمل له اسهال، يبقى استعمالها مثلا مره او مرتين. مره او مرتين في اليوم لمده يعني لا تزيد عن 10 ايام. اكثر من طريقه الاستخدام يا دكتور؟ المرمريه دي بتتاخد عشب بس. يعني بتتاكل كده ما بتتغليش؟ لا بتتغلي، بتعمل بقى المرمريه دي بتتاخد عشب تمام، بيتعمل نظام يعني بتحط الميه مغليه عليها، بتعمل زي نظام الكشري، بتحط الميه مغليه عليها وبتحط له سكر، هو اسمها مرمي لكن هي طعمها جميل جدا، محببه عند الاطفال. دي طريقه الاستخدام الوحيده ليها، يعني ما لهاش غير الطريقه دي. لكن لو اتغلت على النار، اتحطت على النار، الفائده بتاعتها بتروح. طيب ودي بتتزرع في اي مواسم بالضبط يعني؟ المرمريه دي في فصل الربيع. في فصل الربيع. ودي موجوده في القاهره، يعني في مصر هنا مزروعه، في كل البلاد موجوده، لان هي بتنشا في اي بيئه. طيب ناخد اتصال يا دكتور. الو، الاستاذه هناء من القاهره، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم، انا بشكر حضرتك على الحلقه الجميله، دايما منورنا. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. سؤالي، طبعا حضرتك عارف احنا في الشتاء بنعاني من نزلات البرد والكحه، فاحنا كنا عايزين عشبه مفيده لنزلات البرد، وكمان عايزين حاجه مقويه للمناعه. تمام يا دكتور. تمام. طيب الدكتور هيجاوب على سؤال حضرتك، شكرا ليكي. بالنسبه لموضوع المناعه، وان هي اصلا اكثر الناس بتعاني من موضوع المناعه في الشتاء بالذات، والناس اللي عندها ضعف المناعه بيصاب بدور برد شديد كل فتره، لو تهوى، لو مش عارف ايه. اقوى حاجه للمناعه عشب اسمه عشب الجلوبيرا. الجلوبيرا ده متوفر ومنتشر في كل البلاد، وفي القاهره هنا موجود عند اصغر عطار هتلاقيه موجود. عشب الجلوبيرا ده الجميل فيه ان هو لو استخدمت منه بكميه كبيره او كميه صغيره مفيش اي ضرر منه. تمام. كل عشب ليه نسبه سامه. النسبه السامه في العشب ده 2%. يعني ممكن يتاخد، تكون مش موجوده اصلا. ف 2% دي يعني ايه، ممكن يتاخد الاطفال، يعني لو طفل ليه اسبوع مولود ممكن ياخده، مفيش اي مشكله. دي تحفيز بتقوي يعني برضه الاطفال حديث الولاده ممكن يستخدموا نفس العشب ده يستخدموا، ولو اتغلى برضه مفيش اي ضرر، مفيش زيوت طياره، يعني ملوش اي اعراض جانبيه. 2% هو الاعراض الجانبيه الناتجه عنها بيكون نسبه السامه اللي في العشب. كل عشب ليه نسبة سامة. طب ليه وقت معين للاستخدام، يعني قبل الأكل ولا بعد الأكل، في أي وقت عادي في اليوم؟ هو في أي وقت العشب في أي وقت يتاخد، لكن الاستخدام الصحيح ليه المفروض إن هو قبل الأكل. تمام. ده بيتاخد مرتين في اليوم. تمام. ده بالنسبة لموضوع المناعة، اتفضل. طيب يا دكتور، هل كل عضو من أعضاء جسم الإنسان تحتاج إلى عشب معين؟ طبعًا. طيب عايزين كده نعرف كده حاجة حاجة، مثلًا المعدة. المعدة ليها عشب، ليها أعشاب كتير، فهي يعني نذكر منها مثلا بحيث المشاهدين ممكن إيه يستخدمونها. تمام. فهي بيت الداء، يعني المعدة لو تأثرت فبتأثر على أعضاء كتير في الجسم. فالمعدة ليها أعشاب كتير، منها الأعشاب اللي هي يعني أكتر فعالية ليها وأكتر علاج ليها للمعدة. مثال مثلا حبة البركة من الأعشاب المفيدة للمعدة. تمام. عشب البلور، فهو بيعمل عشب البلور ده بيعمل انبساط للمعدة.
لان المعده نتيجه الحزن او الزعل عند اغلب الاشخاص نتيجه القولون العصبي فيحصل لها انكماش. عشب البلور ده بيعمل لها انبساط فبيخليها منتعشه في انتعاش دائما، فهو عشب جميل جدا. اللي عنده قولون طبعا دائما اللي عنده قولون عصبي لازم بيكون عنده مشكله في المعده، فلو خد عشب البلور ده جميل جدا. من ضمن الاعشاب اللي هي مريحه للمعده عشب تاني دي حشيشه اسمه حشيشه القلب. حشيشه القلب ده بيعالج حاجات كتير بس اقوى حاجه بيعالجها المعده. حشيشه القلب دي متوفره، كل الاعشاب دي متوفره في جميع الاماكن. اسعارها مناسبه ولا اسعارها عاديه جدا؟ يعني اسعارها بسيطه خالص، ولكن هو الناس بس بتجهلها. ده جميل العشب ده حشيشه القلب ده. اصلا العشب ده هو سمى بحشيشه القلب لان هو اصلا يعني بيعالج حاجات كتير في القلب، لكن برضه بيريح المعده. بيعمل على انبساط المعده. تمام. طيب يا دكتور بالنسبه للمخ بقى او العقل، في بعض الاعشاب اللي ممكن نستخدمها مثلا تقوي الذاكره، الانتباه، الكلام ده؟ خاصه حتى اللي عنده مثلا تعب في تعب عصبي مثلا. في خلطه جميله حلوه احب اقولها للناس كلها تعملها. أيوة. الخلطه دي بس بتتعمل الوصفه دي يعني ما فوق العشرين. جميل. يعني ما ينفعش تعمل غير للي هو فوق سن العشرين. دي تقوي الذاكرة جدا جدا وتمنع النسيان، وعن تجارب كتير فيها وعديدة. اللي هو واحدة جوز الطيب، واحدة جوز الطيب. تمام. أوكي. سبع حبات حب البركة. سبع حبات حبهان. ربع معلقة صغيرة كركم. تمام. ده بتتحط في كوباية في إناء قزاز، يعني لازم في كوب قزاز. ولازم يقعد 6 ساعات في المية. وبعدين بيشربها الشخص ده. دي بتتشرب مرة واحدة في العمر من غير ما يتغلي؟ طيب ده من غير ما يتغلي. تمام. بتحط في مية عادية من حنفية عادية جدا، بتقعد 6 ساعات وبعدين بيشربها، بيشرب المنقوع بتاعها اللي هو الخلاصة بتاعتها. ممكن يتحلى ولا لا؟ لا 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 ما يتحلاش خالص، وبيتشرب على الريق، يعني بتشرب الصبح على الريق. هي مرة واحدة بس؟ دي مرة واحدة في العمر. صاحبها ده استحالة يجيله زهايمر، استحالة يجيله نسيان، ذاكرته تبقى 100%، بس ده ما فوق العشرين، يعني قبل العشرين سنة ما تنفعش الخلطة دي. تمام. جميل يا دكتور. طيب يا دكتور، عايزين نعرف هل الأعشاب دي ليها أعراض جانبية ولا لا؟ طبعا ليها أعراض جانبية. زي حاجة منتشرة كتير ناس بتعالج بيها مثلا اللي هو ايه؟ عشب السنمك. السنمك الناس كتير بتاخده اللي هو للتخسيس. تمام. وهو بيعمل اسهال، فالناس بتفتكر ان هو كده بيجيب نتيجه حلوه. اي عشب علشان يخسس يعمل تخسيس المفروض ما يعملش اسهال. انا علشان اديك عشب انت تاخد عشب يخسس المفروض ينزل دهون. تمام. يعني ينزل معاك دهون، لكن يعمل اسهال دي الاعراض الجانبيه بتاعته. طب ايه العشب اللي ممكن ينزل لنا الدهون او يحفز الحرق؟ كتير، اعشاب كتير. مثلا زي مثال مثلا جنزبيل وليمون، ده كويس جدا. الجنزبيل والليمون، الجنزبيل والليمون على الريق. تمام. وقبل النوم بيعمل كوي لمكان الدهون. الدهون مكانها بيبقى زي عباره عن مسام مفتوحه، فبيعمل لها كوي بيكفلها، بتمنع تكون الدهون ده لمده 6 شهور في الجسم مع الاستمرار. الجنزبيل والليمون، القهوه بتمنع تكون الدهون. طب كثرتها مفيده القهوه؟ كثرتها مثلا لو ياخدها مثلا بدل ما بيشرب فنجان مثلا في اليوم، لو خد 10 مرات بيشرب مثلا 15 مرات زي ولا اي حاجه. القهوه مفيده جدا. هي مضاد حيوي بتاع الاعشاب، يعني هي المضاد الحيوي بتاعنا. يعني احنا عندنا في الاعشاب القهوه اقوى مضاد حيوي. يعني انت لو عندك التهاب في رئوي، عندك التهاب في اي حاجه، وشربت كوبايه القهوه احسن ما تاخد برشامه مضاد حيوي. طب احنا عندنا انواع كثيره من القهوه، هل هناك مثلا كلها الفاتح الغامق؟ كلها قهوه كده. كلها قهوه. القهوه الخضراء هي نفسها، القهوه البنيه هي كلها قهوه. بس انا عارف ان في بعض الاحيان او بعض الدول بتجيب الفول السوداني وبتحرقه، وبعد ما بتحرقه بيتحمص كده وشكله بيبقى اسود خالص،
وبعد كده بيطحنوه وبيبيعوه كانه قهوه. لا احنا بنتكلم على القهوه السليمه اللي هي الاصليه، القهوه طب دي احنا عايزين نعرف يعني نعرف برضو المشاهد ازاي يفرق ما بين القهوه السليمه. لا هو من غير ما انت تقول يعني المشاهد القهوه ليها محبينها، فهو اللي بيشربها من مذاقها بيعرفها. من مذاقها بيعرفها ازاي، معروفه القهوه معروفه. يعني ما تيجيش تجيب له في السودان تقول له ده قهوه ازاي يعني. لا ده من مذاقها معروف فعلا فعلا. بعض الكافيهات لان احنا برضو اثناء زياراته فاتفاجئنا بال من ضمن الاعشاب اللي هي للتخسيس للتخسيس وقويه جدا جدا اللي هو عشب المورينجا. ده من اقوى الاعشاب للتخسيس. ده بيتاخد الورق بتاعه اللي هو الورق بتاعه، لكن الزيت بتاعه والحاجات التانية ليه اعشاب ليه فوائد. الورق بتاعه ده بيتشرب 3 مرات. لو جبنا مورينجا مع حب هرمل، بص ده المفروض واستخدمه الصبح وبالليل، ده المفروض ينزل من 4 ل5 كيلو في 15 يوم وعن تجربه. جميل. طيب بالنسبه للشعر بقى فبيبقى دايما مشكلاته كتير. فمعانا مشكله بتقول ان هي استخدمت زيوت كتير جدا للشعر عشان التساقط وبرده شعرها ما زال متساقط، فممكن حضرتك تقول لها ايه العشب اللي هي ممكن تستخدمه عشان تساقط الشعر؟ واول حاجه قبل مشكله الشعر، قبل ما هي تستخدم اي زيت او اي حاجه، لازم تعالج المشكله الاساسيه. تعرف ايه هي المشكله الاساسيه؟ ان دايما ضعف الشعر بيكون ناتج عن ضعف الفروه، يعني فروه الراس نفسها ضعيفه. فلازم الاول تاخد له نوع من انواع الفيتامين عشان يقوي البصيله. لكن العيب مش في الزيت هنا، هي ممكن تاخد زيت وما ينفعش ويكون الزيت ده كويس، الفروه نفسها ضعيفه، جذور الشعر ضعيفه. فلازم تاخد اي نوع فيتامين ياخد بقى يقوي لي الشعر. طب فيتامين ايه يا دكتور؟ يعني ننصحهم مثلا يستخدموا اي نوع من الفيتامينات هو لتقويه فروه الشعر مثلا؟ هو اقوى حاجه فيتامين بالنسبه للطب البشري سيرجران اتش. بالنسبه لنا احنا كفيتامين اللي هو زيت الجرجوبه، ده احنا بنعتبره كفيتامين. زيت ده يختلف عن الجوجوبا؟ ايه؟ ده يختلف عن زيت الجوجوبا؟ لا هو زيت الجرجوبا. ده اللي هو يعتبر فيتامين للشعر. ايوه. ده ما بيعملش اي حاجه، ولا بيمنع تساقط، ولا بيطول شعر، ولا بيعمل اي حاجه غير ان هو بيقوي المناعه بتاعته. بيقوي مناعه الشعر، بصيله الشعر بيكون لونها الطبيعي ابيض. لما بيكون في مرض في الفروه او في ضعف فروه فبلونها بيبقى وردي او احمر، معنى كده ان الفروه نفسها الارض اللي بزرع فيها الشعر ضعيفه. بس فلازم نديله زيت الجرجوبه او سيرجران اتش. طيب تمام يا دكتور. عايزين نكمل برضو السؤال، هل كل جزء او هل كل عضو من اعضاء الجسم بيحتاج الى عشبه معينه؟ احنا اتكلمنا عن المخ واتكلمنا عن المعده، عايزين نشوف باقي اعضاء الجسم. مثلا العين، اللثه، الجلد. كل عشب ليه حاجه معينه كده بيعالجها. بيعالج العشب تلاقيه بيعالج حاجات كتير. بس تلاقي ليه حاجه كده مميز فيها بقى، يعني بيدي بيعالج بانطلاقه، بيعالج بحاجه فيها. يعني زي اللثه مثلا. تمام. ليها اللثه، التهاب اللثه ده ليها عندنا عشب اللهم صل على النبي، عشب هو كده. بص العشب ده مشكلته ان هو نادر وجوده هنا. تمام. ده عشب اسمه عشب الخولنجان. الخولنجان ده يعني ممكن تلاقيه متواجد دايما في اسوان. هنا ممكن تلاقي عند الحراس او الناس اللي هي بقى المحلات الكبيره ممكن تلاقيه موجود. الخولنجان ده مجرد ما انت بتحطه على اللثه كده بايدك، هو بص مهما كان المشكله اللي في اللثه عندك اتعالجت في ساعتها على طول في نفس الوقت. طيب من القوه بتاعته وبيعالج حاجات كتير تاني. ده شبيه بالقرنفل مثلا؟ ممكن نقول ان هو شبيه بالقرنفل؟ لا، القرنفل بقى لو في التهاب في اللثه دي المصيبه الكبيره، وخدت قرنفل فهو بيزيد الالتهاب. لان القرنفل ده ماده كاويه. القرنفل اللي هو مسكن. ممكن والمفروض الناس اللي هي بتحطه مثلا على مكان الالم في ضرسه او كذا، ده غلط كبير جدا. هو بيسكن بس بعد ما بيمشي الالم ويجي تاني فبيجي بقى اقوى من اللي قبله. ليه بقى؟ لان هو زود الالتهاب، لانه ماده كاويه. القرنفل المفروض يطحن
ويتخذ سفوف ويتشرب عليه ميه، فهو اقوى مسكن في الاعشاب. انما كحبه كده استخدمها لا ما ينفعش. لا كحبه كده لا ما ينفعش، بيعمل التهاب، واللي عنده التهاب في لسه ما ياخدش قرنفل ابدا. لكن القرنفل بيقوي الذاكره، من ضمن الحاجات اللي بتقوي الذاكره القرنفل بيمنع الارق. لو واحد مسافر وخد ربع معلقه قرنفل بيقعد 12 ساعه في تركيز اقوى من القهوه عندنا، اللي هي الناس دايما فاكره ان القهوه بتدي له تركيز بقى وما بينامش الليل كله والكلام ده. هي فعلا بتعمل كده، بس هنا القرنفل اقوى. ولو اتخذ القرنفل مع القهوه بص يعني يخليه 12 ساعه النور منور معه، ما فيش اي مشكله عنده، ما ينامش ابدا. جميل. طيب الجلد، ايه العشب اللي ممكن يستخدمه مثلا ظهرت بعض البهاق او ظهر مثلا بعض الامراض الجلديه الحساسيه وما شابه ذلك؟ اقوى اعشاب للجلد القنطريون. قنطروف، تمام. القنطريون، تمام، القنطريون. وفي عشب ثاني اسمه القزحيون. القزحون ده بيعالج الامراض الجلديه كلها عامه بصفه عامه. دي زيوت منها ولا اعشاب تغلى وتشرب؟ زيت دهان وعشب يتشرب، تمام. مهما كانت الحساسيه او الصدفيه او اي نوع مشكله من المشاكل الجلديه، تمام. القنطريون ده بيعالج وبيمنع نزيف الدم، اللي هي الناس اللي عندها السكر لو عنده اللي هو حصل له اي جرح، لو حط اقل شيء من زيت القنطريون يعني بيمنع النزيف. اللي عنده الناس اللي عندها سيوله في الدم، لو حط زيت وهو امن جدا، لو حط زيت القنطريون على قطنه وحطه مكان الحقنه اللي هو بيضربها وبيشتغل الدم بقى، ده بص بتعمله تحفيز، بيوقف الدم على طول. بالنسبه القنطريون اللي هو بيعالج في الشتاء دلوقتي، ناس كتير بتعالج، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، اللي هي ناس بتعالج من تلاقي ايه بقى لابس كتير ومتغطي تحت بطاطين كتير ورجله ساقعه برضه، ان هو رجله ساقعه ليل نهار، ده لو دهن زيت القنطريون رجله بتبقى دافيه جدا جدا. بنشكرك يا دكتور، احنا طبعا سعداء بوجودك معانا النهارده طبعا، والحديث شيق جدا ويحتاج لحلقات كتيره جدا، وان شاء الله تكون معانا في حلقات جديده. وبنشكرك مرة تانية. وإلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظرونا في نفس الميعاد الأسبوع القادم وبرنامجكم حلمك، وإلى اللقاء.